نين جيت فكرة برنامج Youth for Change؟ جيت بعد دراسة عملتها منظمة فريدري شيبرت في تونس بين 2016 و2017. الدراسة هذه وريت اللي 8% كهو من الشباب يعطي ثقة في البرنامج و3% كهو عندهم ثقة في الأحزاب. نفس الدراسة بين 30 و50% من الشباب اللي سألوه يفضل يعيش في نظام حكم ديمقراطي. في نفس الوقت يقعد فما نقص متاع معرفة عميقة به وبكيفاش نشحوه. ومن هون بدأت فكرة برنامج Youth for Change. شنو هو برنامج Youth for Change؟ هو برنامج عملته منظمة فريدري شيبرت مكتب تونس في 2019. برنامج متاع التوعية السياسية ومدنية موجه للشابات والشباب اللي عمارهم بين 18 و35 سنة من ولايات قابس وقفصة والقيروان. البرنامج هذا فيه دورات تدريبية تشاركية فيها برشة تفاعل، كونة المدربين والمشاركين باش يعملوا مبادرات في مناطقهم مع البلديات والمجتمع المدني. شنو خصائص برنامج Youth for Change؟ شراكات مع أصحاب القرار المحليين في الجهات كيما البلديات ودور الشباب. طريقة التعليم الغير رسمي اللي تخلي المشاركين يتفاعلوا ويخرجوا هما المحتوى. رؤية تشاركية فيها إدماج الشباب من كل الشرائح. تفكير سياسي نقدي. الشاب أو الشاب ولا عنده القدرة على التفكير النقدي العميق. وين نحبوا نوصلوا بالبرنامج؟ نرفعوا في نسبة المشاركة السياسية للشباب. نربطوا علاقات مع أصحاب القرار المحليين كما البلديات ودور الشباب. نخلقوا مبادرات محلية ذات تأثير سياسي واجتماعي. Youth for Change هو الشباب قادر باش يشخص حاجيات جهته ويلقى لهم الحلول المناسبة.